المرأة تحاول ياسر الدقه كيفاش تكون الرخامه لازقه اختها، كيفاش تكون في نسوان تكون تخرج طياره زيرو فوتاي من الاخر. الراجل مال المراه، المراه ديما ما تقدش في مخهم، هي ما تقدش شيء، ما تقدش شيء خذي خدمه الرجال. لكن انت كتقولي لي كذيك الحاجه ما تقدرش، كي وين نقدها وين نبدا فيها؟ ما ترينا تشوفي هذا كله ولا تعلمت حتى حد من وراك. الخدام يبدا يخدمتك شنو معناها يكمل شد الملاديس كيفاش نبدل هاي ضربتني ها وضربني كورون ها وماس ها وكذا ها وجونتر ضربها وكذا صنعت روحي بروحي ما تري كون نخدم عليه تفهم فيا الملاديس كنت نمشي تطيح فيها با نمشي نهز نصلحها نصلح روحي نحلها نفرتكها نحي البرادة نحي الدوي هاي مضربها شربون ها ما تدريش شنو فيها نعرفها نحلها كل بيسات مكتوب. الخدمه هذه راهو ماهيش حكر على الراجل ماهيش حكر على المراه باش نقول لك ما نحكيش حتى على خدمه الرخام هذه هو اللي حب عبد كيف تغرم بك الحاجه راهي بتجي معاه حتى كيف صارت لنا اشكاليات حتى ثوره شكايات وكل شيء والحمد لله واحد باع الماتريال بتاعها وحاول يوقف كيما يقول فيها حاول يوقف وقفت فارس حتى كان يطيح تحت تحت كيما يطيح يطيح فارس ما يطيحش ما يطيحش صحيح العقل نقع في الديفيزيون وكذا صحيح ان الواحد يطبل على بائده على كيما يقول فيها بالحرس لكن يحاول كيفاش يوقف وكيفاش يعمل برنامج اخر ما يجيش تحت في الخامه نعمل بروجي اخر نحاول كي نقول فيها شيشيت هذا على شيشيت اخر يعني عملت بروجي اخر صغير نتاع المسايس حاولت ننقص على روحي في الشارج نتاع الشيكات وكل والحمد لله ماشي ان شاء الله في طريق الريزوليسيون نتاعها ان شاء الله.